ويلكم بيانفيني، اهلا وسهلا بيكم. ايه الفرق بين الطياره دي والطياره دي؟ دي ب 15 دولار ودي برضو تقريبا 15، يعني 18، يعني تقريبا دي مع حجر ودي مع حجر. اوكي، دي بتركب الحجر كده وتدوس هنا بتنور وتشتغل، ودي بتركب الحجر هنا. حاجة غلط. حجر هنا كده وتنور وتدوس تنور وتشتغل. جميل قوي، زي بعض، مفهومش حاجه. دي فيها كاميرا بتطلع وتنزل ودي فيها كاميرا بتطلع وتنزل. ايه ده؟ طب جميل، دي فيها كاميرا هنا ودي فيها كاميرا هنا، دي فيها لاسلكي هنا الارسال وده فيها الارسال. الله، طب ايه يعني، ايه الفرق بين دي؟ عايز تقول ايه؟ اه، دي فيها حجوز ودي الحجوز بتاعتها ما ركبتهاش بقى، يعني معلش. دي فيها مروحتين مروحتين، نفس الكلام، يعني دي صغيره شويه دي كبيره شويه عشان الثلاثه دولار الفرق، يعني 15 و18، يعني ما فرقتش كتير. طب وايه الفرق؟ دي تحطها ديكور في البيت ودي الطياره. ليه؟ عشان دي معاها روبوت كنترول، دي معهاش روبوت كنترول. ما تشتريش طياره من غير روبوت كنترول. انا دبست في الموضوع ده 3 مرات وانا المفروض عندي نوعا ما خبره كويسه من غير ما اخد بالي. اوكي، طب الريموت كنترول ده يشتغل ده لازم اطفي دي الاول. هل الريموت كنترول ده هيشتغل دي؟ لا طبعا، الاجابه لا. ولا الهواء ولا قال اي حاجه. يبقى دي تتحط ديكور في البيت، ودي الريموت كنترول شغال طيب عليها؟ اكيد، ما هو ده بتاعها، ما هو بيجي معاها. لازم ارجع اطفي واشغل من جديد. اشتغلت. دي عايزه ابلكيشن بتليفون، دي عايزه ابلكيشن بتليفون عشان تشغل لك كل حاجه. دي من غير ابلكيشن؟ لا، دي بابلكيشن برضو، يعني انت ممكن تشغلها بابلكيشن، مفيش اي مشكله. الابلكيشن هيشغلها لك وهيعرفك على كل حاجه. نسيت اقول لكم حاجه صغيره، ان دي ما فيهاش كارت تليفون، يعني ما تقدرش تحط كارت ميموري، ما فيهاش كارت الميموري تحطه هنا ولا هنا، ولا مكان لكارت الميموري هنا، مفيش مكان. لكن ودي برضو في نفس الكلام ما فيهاش مكان. طب الكاميرا اعمل بيها ايه؟ ديكور؟ لا، الكاميرا مش ديكور، الكاميرا عن طريق ابلكيشن. يعني هو حاطط لك الكاميرا دي عشان عن طريق الابلكيشن. هنا بقى هياخد منك فلوس. هياخد مني فلوس؟ اه، هياخد منك فلوس عشان تصور. 7 دولار في الاسبوع بلاها سوسو، خد ناديه. هي كده، فاللي بيشتري طياره رخيصه لازم يلاقي، يعرف ان فيها مصيبه جايه له، يعني حاسس بمصيبه جايه له. اللي هيشتري طياره رخيصه لازم يبقى عارف ان فيها وراها مصيبه. ما هما ما بيعملوش طيارات رخيصه كده لله له الوطن، يعني عشان تقولي ان دي ب 18 دولار ولا 15 دولار ريموت كنترول وكاميرتين لا لا لا، العقل حلو برضه. ولا دي ب 15 دولار وكاميرا كاميرتين وحجرين وكل حاجه؟ ما ينفعش. تدفع سيادتك عشان تطير دي تدفع 7 دولار في الاسبوع او 15 دولار في الشهر. 7 دولار في الاسبوع، 15 دولار في الشهر. نفس الكلام في دي، عشان سيادتك تشوف الصور اللي انت بتصورها هتدفع نفس الكلام.